لا يوجد إلا ثلاث تفسيرات فيما يتعلق في العراق تحديدا. نعم. إما لا قدر الله أزمة سياسية لها شق أمني يوصف بالفوضى، بمعنى أن تفشل، فيليور بمعنى فشل تام، أن تفشل الحكومة العراقية والجيش العراقي النظامي بالمهام المنوطة به دستوريا. والآن هذا البيان يؤكد بأن هناك التزام، التزام معناه هناك مساءلة، يجب أن تؤكد أنك قادر على تنفيذ هذا الالتزام. واضح أن القوات الأمريكية، قوات التحالف الدولي وليس فقط الأمريكية، قد مهدت إلى هذه الخطوات منذ مدة. يعني بصرف النظر كانت تتوقع ما جرى في غزة أم لا، أو تتوقع رد فعل إيراني معين بعد أن انتهى الحظر الموجود على الصواريخ، وهذا ما حذر منه ترامب، تذكر عندما قال أن هذه اتفاقية سيئة لأنها كانت مرتبطة بجدول زمني، كان معروف أن الحظر سينتهي على الصواريخ البالستية الإيرانية والدرونز الإيرانية بعيدة المدى. فبالتالي هناك الآن قوات أمريكية على الأرض بحرا وجوا وبرا قادرة على تنفيذ المهمة في حال فشلت فيها الدولة الوطنية. وبالتالي أعتقد الضغط ليس فقط على، هناك ضغط على سوريا، على الحكومة السورية، بالرغم من الاختلاف في المواقف السياسية. يعني واشنطن هناك تحالف مع بغداد، صداقة، تعاون، وهناك عداء مع دمشق، ولكن في الحالتين تجد أن الضغط الأمريكي سواء على بغداد أو على دمشق أو على بيروت، بالرغم من كل هذه المناوشات التي يقوم بها حزب الله بين فترة وأخرى، يشير إلى أن السيناريو الأرجح هو أن تتولى الحكومات الوطنية بعدم السماح لأذرع إيران بالتصرف خارج إطار المتفق عليه. من الواضح أن هذه الحرب يراد بها أن تبقى بين حماس وإسرائيل فقط، وأي طرف يدخل بمعنى هو كأنه يقول لا سيادة لي على الإقليم أو على البلاد، وبالتالي يفتح المجال أمام قوات التحالف للتصرف.